السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم شرب الماء الذي يوزع في المقبرة مع العلم بأنه ليس من مال الميت وإنما هو تبرع من أهل الخير وبعض المؤسسات الخيرية؟ هذه ظاهرة غير طيبة، وهذه تجر إلى بدع. المرة يجيبون ماء، والمرة الثانية يجيبون طعام، ويحدثون أشياء عند المقابر لا تجوز. هذا شيء ما عمله السلف أبدا. اللي يحتاج إلى الماء يطلع من المقبرة ويشرب، يشرب، ولا يجيب معه ماء إذا كان إنه ما يصبر أو فيه سكر، يجيب معه جرة ماء ويشرب. أما يجاب ماء وصدقات وسيارات فيها مياه، هذه ظاهرة غير طيبة. نعم.